مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى. لقاء جينا اليوم حصري بشكل كبير مشاهدينا الكرام. أول لقاء بين أم حياة قصة تهامي بناني لعدد كبير من المغاربة كيتبعوها، وفي نفس الوقت قصة إيمان 26 سنة لعدد كبير من المغاربة كيتبعوها. مشاهدينا الكرام، الأم حياة الله يسمح لنا من الوالدين متبع القصة ديال إيمان. تواصل ديالي مع الأم حياة قالت لي يا إيمان بنتي أنا كيفاش تبعوا معايا. الأم حياة تبعتي القصة ديال إيمان، وانت في نفس الوقت ربي اللي علم بك في القصة ديال الإبن ديالك. تبعتي القصة ديال إيمان قلتي لي هذه بنتي، تبعتيها من الأول النساء اللي دخلوا معهما بوليداتهم لقوا بناتهم وهي لا تبعتيها، كيفاش كتشوفي هذا الملف؟ السلام عليكم. هي المأساة أو المآسي الناس مزيان نعرفوها باش كتبان لنا المأساة ديالنا ماشي كثيرة. إذن بحكم أنا عايشة هذا الفراغ ديال 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 الأمومة اللي بغاو يحرموني منها في ولدي، يعني بحال اللي حسيت بها كونها مسكينة كتقلب على مامتها وكونها بغات تعرف الأم ديالها البيولوجية. الله يكون في العون. بالأسف كتكون ظروف لدى الامهات اللي في الاخير كينتهي بهم المطاف باش يعطيو وليداتهم. الله يرحم ضعفنا ماشي مشكل، ولكن الام الا كانت كتسمع دابا او متبعه حقيقه بنيتها او مازال بقينه بالحياه، كنتمنى من الله تعالى انه يزرع المحبه ويرطب قلبها ويرطب لسانها لجيت هاد البنيته هادي اللي ما تبقاش محرومه من مامتها بعد ما عاشت 26 سنه وهي ما عرفاش مامتها. عندها مامتها المربيه ديالها ولكن مامتها البيولوجيه ما كايناش. الله يكون في العون، نديروا يدينا على قلبنا ونجربوا. هذه مساله راه ماشي سهله. نعم قلتي لي غادي نمشي كي كنجري في الملف تولدي غنجري في الملف ديالها نوصل لها دفعه حافظه ونفوتها، قلتي لي تتبان الحقيقه ان شاء الله. تنتمنى بهذا الراي العام حقيقه هنا باش نقول لكم الثقل ديال الراي العام. الراي العام غير كون صادق معاه، كون صادق معاه غادي يتجاوب معك. الراي العام راه هو اللي طفى بالقصه ديالي للوجه، واللي ان شاء الله غادي يطلع القضيه ديال بنتنا. وهذا الراي العام بالنضال ديالو بالمسانده ديالو القضايا الناس، لان حتى هما تيديروا راسهم في بلاصه هذاك الناس، يعني حتى هي كنتمنى من الله تعالى باش تصب مامتها وترتاح وتعرف على الاقل تكمل حياتها بمامتها اللي مرباتها مشات عند الله، على الاقل ربي يعوضها بمامتها اللي البيولوجيه ديالها وتعيش حياه طبيعيه كسائر الناس. لان الى اختلت الام البنوه او اختلت الامومه راه ما كيبقى كيولي ان ديزيكيليبر في الحياه. نعم التواصل ديال ايمان كان مع الراي العام بحال الشكل ديالك انت اللي كيتواصل. نعم. معك الحمد لله المغاربه وتا هي في المغرب وخارج المغرب. نعم. وكانت هي السبب لجوج الامهات اللي شكوا بان تكون هي الابنه ديالهم. علاش؟ لانه نفسهم تاهما عندهم قصص 1996، تاهما عطاو بناتهم في ثلاث ايام، تاهما اسم حفيظه، هذا الاسم ذكر بزاف ديال حفيظه، جاوا لعندها. ملي جاوا لعندها المغاربه قالوا لها لنا راي اخر، يعني لهم الشكر. بحثوا معاهم لا فاطمه الاولى لقات بنتها، لا فاتحه لقات بنتها، وايمان مازال. ولكن الله سبحانه وتعالى والسبب هي إيمان اللي كان لها دور جوهري باش هاد الناس وصلاتهم بناتهم وهي مازال. نعم إلى عقلتي وعلى القضية ديال القبر 440 اللي سوا ديزون قالوا دي ولدنا اللي خرجت بنت، هذيك السيدة هذيك الأنثى اللي خرجت ما تعرف سيدي ربي دارها طريق باش هي تعرف شكون واليها يعرفوا بنتهم ولا اختهم ولا نابورت. هاد السيده هادي حتى هي يعني جاب الله الفرج على يديها اللي من بعد ان شاء الله الراي العام، لان اللي هو اللي واكب المساله ان جوج الناس تعرفوا على والديهم. راه هذه راها نعمه مع انتي ربي. راه ربي عندك اجر، عندك صدقه جاريه انك كنت يا بنتي انتينا وراء هذا 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 يعرفوا بني وليداتهم. نتمنى من الله تعالى تنتينا ربي يحنن عليك قلب هذه المراه هذه وتعيطك في التليفون وتقول لك بنيتي وتلاقى انتينا وياها ان شاء الله باذن الله. غادي نشوف الراي ديالك انت من المتتبعه ديال الام حياه، وقلتي لي انا متبعه وعزيزه عليا، قلتي لي وشرف لي تكون الام ديالي. وهنا هي اللي كانت لها السبق انه قالت لي بغيت نشوف ايمان ودرت
لا ليا درتو تواصل، لقيتكم مع بعضياتكم وهي كتقول لك انا الام ديالك. احساس ديالك بهذا اللقاء الجميل الانساني بينك مع الام حياه؟ انا لقيتها اللي عيطتي ليا وقلتي ليا انك خاصك تجي باش انك تشوفي الام حياه. انا ما ترددتش وديك الساعه عيطت لخالتي قلت لها اجي باش نمشيو انا وياك باش نشوفها. وديك الساعه نيت انا كنت كنتمنى انني نشوف ام حياه اللي انا اعتبرتها الام ديالي، وكنتمنى انني نعرف الحقيقه. كلمة الاخيره من عندك. كلمة الاخيره واحد البويسه لهاد البنيته هاد. الله يسهل عليك بنتي، الله يسهل عليك حبيبه، ويلاقيك بميمتك، وانا الله يلاقيني بحقيقه وليدي حبيبه. شكرا لكم جميعا، وانتم راه عندكم التواصل الان وهي كتقول لك انا معاك في اللي احتجتيني. مشاهدينا الكرام، في خضم الموضوع الله سبحانه وتعالى اللي كيعطي الرحمه ديالو اللقاء بين الناس، الام حياه متتبعه المغارب نيوز تبعت القصه ايمان المتها بشكل كبير وتبعتها بالمراحل الاولى ديالها. في خضم الموضوع تكلمت لي على ايمان، ايمان ملي ربطت بها الاتصال ووصلت لها الرساله كان الجواب ايمان انها من المحبين ومن المعجبين بالام حياه، فما كان عليا الا انني ندير التواصل بيناتهم. الشعار ديال الام حياه قالت لي انا هي امها، وسوف اساعد واساهم وابقى معها ان شاء الله حتى توصل الهدف. مشاهدينا الكرام، الام حياه نموذج من المراه المغربيه. نعلم جيدا وكما قلت في فيديوهات سابقة لن ننسى مجهود المغاربة فيما يخص قصة إيمان، كان لهم دور كبير. دورنا هو إيصال الصوت فقط، ولكن البحث والإفادة بالنتيج طرف المغاربة لهم دور كبير أنهم وصلوا لحقيقة الناس اللي كان كيتسحبوا بأنه إيمان بنتهم سواء فاطمة وفاتحة. وهنا بين قوسين كان لنا تتبع كذلك اللي ناقشت معي الموضوع والأستاذة زين مخيار محامية بيضاء البيضاء اللي تبعت الملف بدقة، والأستاذ عبد الصمد حقوقي حتى هو اللي غادي تشوفوا معايا في الفيديو المقبل اللي كيتكلموا على أبعاد هذا الملف وسوف يقدمون ما استطاعوا في الإطار القانوني والحقوقي لمساندة إيمان شأن وشأن الملف ديال أم حياة اللي هو التهمي بناني. مشاهدينا الكرام، نحن دائما على تتبع القصة أم حياة التهمي بناني وكذلك إيمان 26 سنة التي تبحث عن الأم والأب البيولوجيين في الموضوع. مشاهدينا الكرام، نتمنى الشفاء العاجل لإيمان، وغادي نشوفوا موراها بطبيعة الحال اللقاء ديالها في الصندوق الأسود في الموضوع اللي هي حافظة آسفي. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.